في لعلهم يعقلون، حياكم الله في حلقة جديدة ضمن مشروع القراءة المعاصر للتنزيل الحكيم المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. حياك الله دكتور. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمس كانت حلقة محورية جدا وكان حديثا محوريا جدا حول الفرق بين الفرد والكتاب، وفصلنا ما معنى كتب والكتاب، وقلنا أن استيعاب هذا التفريق الجديد يغير كثير من مفاهيمنا للقضاء والقدر، للقضاء والقدر، للتنزيل الحكيم، نعم، للحياة، للواقع، وكم احترم الله إرادة الإنسان، وكم أن الله تعالى يحترم إرادة الإنسان، احترم إرادة الإنسان. نعم، إضافة إلى أنه تحدثنا بوضوح عن موضوع المكتوب، خاصة فيما يتعلق بالأعمار والأرزاق، وحكينا انه شو الفرق، وانه الفرد غير هيك تماما، انه الفرد هو محدود تماما. الفرد يعني الكتاب غير الفرد، اي الفرد هو المحدد تماما. واللي حدث من خلط انه فهم ان كتب بمعنى فرض، مثلا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، هيك فهموها. كتب عليكم الصيام معناتها عندك احتمال ثاني، بكتب في احتمال، على الاقل احتمال اخر، على الاقل. طيب ممتاز. هلا بعطيك المثال بقى واضح بفرض وكتب اخر مثال. تفضل. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هيدي تحريم اثنين في سورة التحريم. طيب شو هو الفرض؟ يعني فرض الله لكم يعني حدد لكم كيف بدك تحلل يمينك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله يعني أنت حلفت يمين بدك وخالفته. طيب. كيف بدك هذا؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، شوف الفرق طبعا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو معفى أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن يجد معفي لا مو معفي، فمن يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هاي الفريضة إنه حدد لك. طيب. حدد إنه ما في مجال. زي ما فرض في الصلاة. زي الإرث، قال لك إذا قالوا ولد. إذا الأب والأم عندهم أولاد السدس، إذا ما في أولاد الأم التلت، إذا في إخوات الأم السدس أبدا تحديد ما في، يعني محدد. وهون هذا شو بتاخذ منه كتير شغله مهمة جدا، إقرار الغرامة المالية، شغله كتير كبيرة هي. إقرار الغرامة المالية هي شو معناتها؟ هي طعام 10 مساكين من أوسط ما أو كسوتهم، شو يعني؟ يعني بدك تدفع فلوس. صح. هي هل هلا لليوم عن كل أهل الأرض أحد مخالفة القانون أحد العقوبات هي دفع الغرامة، هي أقر في السير في الحقوق، أقر الغرامة المالية. يعني حتى قلت لك وقت بدي صدق الله العظيم ذكر وقت بدي أعطيك العقوبات في التنزيل الحكيم، أنه كل العقوبات في التنزيل الحكيم الناس عم تمارسها، السجن، الحالات، بعض حالات الإعدام، الغرامة المالية، صح، وعقوبة جسدية واحدة اللي هي جلد الزاني. الزاني في حال توفرت الشهداء، الشهداء الأربعة مو البينات. في الزنا البينة لا تقيم الحجة، البينة تسمح بالطلاق وفقدان الحقوق، ألا يتقام العقوبة إلا بالشهداء. والشهداء غير بينات، والشهداء في حال رأوه كفاحشة، شهيد شهداء. إيه أربعة يعني ثلاثة صار رمي المحصنات بيتعاقب 8 جلدة كل واحد، إذا ما حصلوا إلا ثلاثة وما اكتمل الرابع الثلاثة يعاقبون 8 جلدة، والذين يرمون المحصنات. طيب. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا كل واحد 80 جلدة. فجلدوهم 80 جلدة. طيب هلا هي العقوبات اللي اقرها. طيب وبعدين عقوبه العقوبه الجسديه، اذا ما بظن بكل الاف الفواحش لحتى ممكن تطبق على واحد، يعني شو معناتها؟ يعني العلنيه، الجنس العلني، الجنس العلني، هذا هاي فاحشة إذا مو علني مو صار حلال
طبعا انت ما صار حلال، بس اذا معلني لا يسمح للمجتمع بالتدخل. هلا اثنين باخر باخر شيء بفعل كتبة، شوف واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل سوء منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. هون شو قال رب العالمين؟ كتب ربكم على نفسه الرحمه. الرحمه تقدر تحط فرضة؟ لا لا، يعني الله ألزم نفسه إذا حطينا فرضة ما بصير. ووجود كتب هنا يستلزم أنه في وجود عذاب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها. شو ترد على؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. هون يعني سأجعلها خيارا، خيار سأكتبها. هون قال لك كتب ربكم على نفسي لأنه عنده عذاب. ما نعم وضحت شو معناتها؟ واضحة تماما. هلا انه ما بصير هلا بتقلي كتب عليكم استيعني فرضة، يعني الله فرض على حاله هيك معناتها؟ كتب ربكم على نفسي الرحمة. هون بننتقل بقى لا مفهوم القضاء والقدر والحرية. يعني صح صح. بس كيف كيف أعطاك الحج؟ لا لا بس هذا يعني الحج ما في خيارات، ولله على الناس خيار لك. لا ولله على الناس حج البيت من استطاع. هو شو قال لك؟ ما قال كتب عليكم ولا قال فرضة. وش أنا قلت؟ أنا قلت لك أنا إلي عندك لي عندك ألف ريال إذا تستطيع أعطيني. انت حدد متى تستطيع. فمن فرض فيهن الحج انت تطلب. الله اكبر. معناته قديش كمان احترم ارادتك، يعني قديش وثق فيك؟ بس كم وثق فيك؟ نعم نعم اي يعني كم وثق فيك وترك لك انت تحديد الاستطاعه وانت اللي تتولى الفرض على ذاتك؟ ولا حتى ما حدا يزاود عليك. اعطاك الاعفاء الصحي. طيب خلني بس أرجع بعيد الصيغة يا دكتور. الآن قلنا أنه كتب فيما يتعلق بالشعائر قطعا في خيارين، فرض ما في خيارات. لا لما جاء في خيارات هو بيقول لك الحل، بيقول لك الحل الثاني، بس ما في ما في عفاء. طيب اي يعني لابد يعني الخيارات حل آخر. الخيارات في فرض هي خيارات مفروضة، هي خيارات مفروضة ومحددة مثل الإرث. ممتاز، هي خيارات مفروضة ومحددة. نعم. لا تلغي الشعيرة لكنها تضع لك خيارات في تنفيذها. نعم. لما جاء عند الحج لا قال كتب ولا قال فرض لأنه قال لي عندكم أي ولله على الناس عجل. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مين بيحدد الاستطاعة؟ ترك للفرد. ثم قال بعد ذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. شايف قديش واضحة؟ يعني ترك فعل الفرض تحديد الاستطاعة للإنسان. اي يعني الفرض هنا ليس لله، هنا جعل الفرض بيد المكلف. لأنه أنت تحدد تستطيع أم لا، هي شغلة المهمة، لأنه صار حتى يعرفوا الناس قديش في ديننا في مرونة. ما بتتصور قديش مرونة موجودة. لا وفي وكم وثق الله بالإنسان. وكم احترم الله إرادة الإنسان. أنا أريد أنكم أنتم تحترموا إرادتكم كما احترمها الله. كما احترمها الله. الآن يا دكتور أنا برجع وأقول إنه اللي قررناه في موضوع كتب والمكتوب خاصة في موضوع الأعمار والأرزاق، الأعمار تزيد وتقصر. ما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هلأ فهمنا أو تقول إلا في كتاب. نعم يعني إلا في مجموعة معايير كلما كشفتها واستطعت إنه تفهمها فبإمكانك إدارة هذا الأجل. وأنت صح؟ ما ممكن تدير هذا الأجل إلا إذا قرأت كتابه. ويعني لازم المعرفة، لازم تزيد معرفتك، حتى كل ما زادت معرفتك بالأشياء كل ما زاد حرية اختيار. طبعا طيب خلنا يا دكتور الآن نواجه هذا السؤال الكبير. إذا كان هذا هو تعريفنا للمكتوب وتعريفنا للفرض
وإذا وصلنا إلى أنه معنى فكرة أنه كل شيء مكتوب ومحدد، مكتوب سلف على البشرية، كل مكتوب شيء سلفا على البشرية، ما كان وما سيكون وما هو كائن، مكتوب على البشرية كقوانين، كقوانين كل شيء مش كأفعال. هلا على إنسان بعينه، اي على الشخص إنسان بعينه، إذا كان المكتوب عليه نزل للاحتمال الواحد صار اسمه إكراه، والله ما بيحاسب. يعني لو أن كل شيء للأفراد مكتوب ماذا سيصنعون؟ يعني لأعطيك مثال، أيه؟ لأعطيك مثال، إذا واحد حط براسي مسدس وقال لي بدك تزني، معناتها شو خيارات عندي؟ ولا خيار، ما في حساب، على الإكراه حساب غير موجود. وهذا ما سيحدث لو أنه قلنا أن كل شيء لكل فرد مكتوب بالتفصيل سلف سلفا، معناتها دائما بكل لحظة الخيارات مكتوبة عليه سلف شو بدي يختار، مو هو بدي يختار، هاي الفرق. يعني مكتوب عليه شو بدي يختار، هذا ضد حتى اللي قلناه قبل شوي دكتور، موضوع المشيئة واحترام الله المشيئة واحتفاء بها. طيب إذا كان هذا ما قررناه، أين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر، القضاء سؤاله هنين علم الله الأزلي والقدر نفاذ هذا العلم. نعم، هلأ رح أعرف القضاء والقدر. طيب، كما وردوا في التنزيل الحكيم. طيب، في تعريف القضاء والقدر وكيف نربطه أيضا بما هو ثابت في الذهن، أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، إيش التعريف القائم للقضاء؟ لا، تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، صح، بس مو بالقضاء والقدر، مش بالقضاء والقدر أبدا. يعني لأعطيك مثال، نعم، لأعطيك مثال كثير واضح، نعم، تم بقضاء الله وقدره مات فلان، تعرف شو معناتها؟ إذا قلت لك مات فلان نعوي، مات فلان بقضاء الله وقدره، يعني الله حكم عليه بالإعدام، نفذ قدر الله بفلان ومات، صح. نحن قدرنا بينكم الموت، وضحيت؟ نحن قدرنا بينكم. أما قضى يعني حكم، صح، وضحيت؟ لا، ما بصير قضاء وقدر، تقول ما بصير قضاء والقدر مكتوب من الله تعالى منذ الأزل. لحظة خلينا عندنا بقى القضاء لحاله والقدر لحاله، يلا بعدين بنربطهم بس بعد الفاصل. تفضل. من جديد في لعلهم يعقلون دكتور، والحين بعد كل ما قررناه تعالوا نقول ما هو القضاء والقدر. حال رح نشوف فعل القضاء والقضاء بالمصحف كيف اجى. لا، خليني اقول لك على ما هو قائم في المدونة. نعم، هذا التعريف الشهير الرائج للقضاء من مئات السنين. تعريف القضاء: علم الله الأزلي وتقديره لكل ما في الوجود وكتابته ومشيئته لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. هل هذا يتفق مع ما هو في التنزيل الحكيم؟ رح أقول لك التنزيل الحكيم فعل قضاء وقضينا كيف ورد. أول شغلة، طيب، قضينا إذا مرتين، إذا مرة معروض وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين، هذه في سورة الحجر. سورة الحجر، نعم، قضينا هون بمعنى أخبرنا، يعني أخبرنا قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين، وكونه قضينا معناتها الاحتمال تبع دابر هؤلاء مقطوع تخيس، انه ايش؟ تخيس القرار، انه ما فيه خيار، تخيس القرار خلاص، يعني دابر هؤلاء مقطوع مصلحين. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ليش قال في الكتاب؟ لانه لتفسدن في اصلاح كمان، مو بس فساد، فيه لأنه احتمال إصلاح موجود بالكتاب، مو بس الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لأنه ما في الكتاب، لأنه في احتمال أنه الفساد في مقابل إصلاح. ما قال لهم أنتوا رح تختاروا الفساد بينما هو الإصلاح موجود. طيب، هذا الورود ما له علاقة بمعنى بالقضاء؟ لا، اثنين هون إخبار. طيب، أيوه، إلى إخبار عن احتمال أنه هن بدهم يساووا. طيب، اثنين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هون قضى في أمر معين
دائما بالقضاء في احتمالات، يعني قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، بس انتم ممكن ما تعبدوا اياه. لا 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 لا، خلينا ناخذها من الاستدلال الشهير، بديع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. طيب شايف هي؟ هلا انا حاب اشرح لك اياها تماما بايه ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. مما قضيت. ويسلموا تسليما. شو القاضي؟ عم يحكي على القاضي هون. لا اللي هي في انه بمنصب القضاء. نعم. شو بسموه؟ القاضي. بالقاضي. القاضي يقضي. صح. كيف يقضي؟ اللي يقضي انه يحكم لفلان بكذا ولفلان برد كذا. في مدعي مدعي مدعى عليه. طيب. يثبت الحكم لزيد وينفيه عن عمر. أو العكس. نعم. أو العكس. ماشي. نعم. طيب ما لازم يكون في زيد وعمر؟ إلا. ماشي. طيب وجود زيد ما لازم يكون في حادثة ما؟ اللي هي قضية. القضية. هلا زيد وعمر والقضية هي القدر. القاضي يعرف القضية ولا لا؟ حتى قضى. حتى يحكم. نعم. وحكم بنفي وإثبات. نفى. نعم. عن أثبت لفلان ونفى عن فلان. طيب. إذن القضاء هي حركة واعية بين نفي وإثبات. يعني يا بتثبت شغلة وبتنفي شغلة تانية، يا بتنفي شغلة وبتثبت شغلة تانية. طيب. إلا هون وضحت هلا؟ طيب. وين أيوه. وين ها؟ إذا قضى أمراً. أي. معناتها اتخذ قرار بصنع ما، معناتها تجاوز المشيئة للقضاء، يعني اتخذ قرار. وش العلاقة بين المشيئة، بين مشيئة الله وقضائه؟ مشيئة الله هي اتخاذ قرار، القضاء اتخاذ قرار. والقضاء هو اتخاذ قرار. المشيئة هي إمكانية اتخاذ القرار ومعرفة، هي المشيئة. وشلون نقال فيها إمكانية دكتور؟ هي لا لا عند الله تعالى، يعني ما لا سبب لك ولو شاء يعني ربك ولو، لأنه دائما المشيئة فيها خيارات. قبل المشيئة هي وجود الخيارات بس ما اتخذ قرار، واتخذ قرار بيقضي. كل الآيات اللي فيها شاء بيقول لك لو شاء إن شاء ويكون الخيار الثاني غير متخذ. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكون بس ما شاء. المشيئة هي خلنا نقول إظهار القدرة على القيام بكل الاحتمالات، لكنه وكيف القدرة على القيام إذا لازم تعرفها. أي طبعا. وضحت؟ وضحت وضحت. طيب. طيب هذه الاحتمالات هي القدر، يعني لا. الموت قدر. طيب. والقتل قضاء. والقتل قضاء سواء كان حكما او كان جريمه. قضاء لانه انت القتل معناته حدث، هو معناته قدر. أيه. قانون. نعم. بس القتل عباره عن قضاء واعي انه فلان قتل فلان، قضى بقتله. الاحتمالات الموت موجوده مو هي؟ أيه. هلا الله اخرج الموت. الله اخرج الموت. اي ماشي. يعني مثلا ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال مخرج مو يخرج. ليش وش الفرق؟ لا قال فارق الحب والنوى، عم يحكي على الحياه، عم يحكي على الطبيعه، يحكي عن البذور. إيه؟ يعني الله يخرج الحي من الميت، ما حدا بيخلق الحياه غيره. نعم. أما جسم حي أنت تقتله ما في إمكانية، ولسبب هو مخرج الميت من الحي، هو أخرج الموت، مو هو يخرج الموت، هو أخرج الموت. لأنه ليش؟ مشان يقول لك أنت ممكن تأخذ الأمر، يعني الله قدر الموت. نعم. بس نعم. إذا كان أنت قتلت فلان مو هو قتله، لأنه بس لا قدرت أنت تقتله لأنه الله أخرج الموت. وما قتل يعني. نعم. عرفت ليش انت؟ نعم. لانه الموت قدر موجود، فالله. نعم. مخرج الميت من الحي حتى ينفي، حتى ينفي. اذا قال لك يخرج الميت من الحي وعم يحكي على كائنات حيه، كيف معناتها قدره؟ طيب القضاء يا دكتور. القضاء هي هو حركه واعيه. طيب. بين نفي واثبات. بين نفي واثبات. في موجود. في موجود. في موجود مثل. لأن القضاء بدون قدر أحلام يقضى. لأن القضاء بدون قدر أحلام يقضى. يعني أنت بتحسني بقضية عم تتصورها، تتصور ما في قضية.
يعني انت بدك تتخذ قرار ده في اثبات في ايش؟ في قضيه قائمه. طيب حركه واعيه بين نفي واثبات. واعية. اي حركه واعيه بين نفي واثبات في موجود. طيب خلينا هل معرفه هذا الموجود والقيام على قدره بهذه الحركه الواعيه هي المشيئه. لا لا بس اصبر خليني في القضاء. يعني خلينا ناخذ هذا التعريف ونطبقه على هي اذا قضى امرا فانما يقول لو كن فيكون. حركه واعيه بين نفي واثبات. قضى الامر قرر الله قرر انه يساوي شغله فلانيه خلص ثبت شغله نفى شغله عنا انه بده يساويها. في قصه مريم في سوره ال عمران قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى أمر يعني اتخذ قرار يعني يعني معنى قضى أي اتخذ قرارا واعيا بين نفي وإثبات في موجود. تماما. طيب هلأ مثل قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب شو يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ قرار أنه ما ينعى أن الصواب أن لا تكون العبادة إلا له. هون القضاء هي هون بالأمر ضد النهي. يعني اتخذ قرار أنه أن لا تعبدوا إلا بس ما قال لكم فيكون. انتبه في موضوع قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. موضوع ما قال أمرا ما ذاك صاركم فيكون. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ابتلاءهما فلا تقل. يعني إذا كان قضى بمفهوم الأمر المبرم يعني علم الله الأزلي معناتها إيه من عقوى الدين معناتها ما عم يقون لأنه ما الله قضى أنه ما ينعبد غيره وقضى أنه بالوالدين إحسانا. إذا ضرب أبوك يعني ما له علاقة ممكن. قضى هي الحركة الواعية بين نفي وإثبات. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني ينتهي هون هل منا. فلما قضى منها زيد وطر وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عندها ثم أنتم تمترون. قضيت الأجل يعني مدت المدة. يعني لأعطيك مثال أنا قضيت أنه سافر من شنغهاي للقاهرة قطع الطيارة وكذا وقطعت معناتها نفذت عم نفذ قرار قضائي. وصلت للقاهرة عندي مهمة ثلاث شهور قضيت المهمة نفذتها ورجعت على هذا لاحظ قضى بالحالتين قضى الأجل وقضى أنه قرر يروح على 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 القاهرة. والحين في التنزيل الحكيم ما جاءت على الإطلاق ما وردت كلمة قضاء. لا هي لا قضاء قضيت فيه ما أي. لا كقاضي كلمة قضيت لا تماما جاء الفعل بس ما جاء قضاء. ها لا ما في في قضاء زيد منه وطرى ثم قضى أجلا أيوه كفعل لا يحرج مما قضيت فإذا قضيت مناسككم قضيت مال يعني رحت وساويت مناسك ونفذت. أي أعطيك مثال بالقضاء والقدر كثير واضح يعني هي هون مشان بأذن الناس أعطيك مثال. الله قدر الدورة الدموية قدر الدورة الدموية بالطبيعة بوجودنا موجودة لك إرادة أنت بالدورة الدموية؟ لا لك خيار؟ لا. طيب وقت تقدم الطب ودرسوا الدورة الدموية بعد ما درسوا الدورة الدموية إذا درسوا المخدرات درسوا المقدرات طبعا. طيب قدروا يقضوا فيها انه يساوي عمليه ولا لا؟ يعني القضاء وضحيت انت جوابها يتم داخل المقدرات بالمعرفه وضحيت. طيب هذا يشير حتى لعظمه المعرفه يا دكتور كواحد من خلني اقول لك والإنسان يقضي بالأشياء حسب معرفته لها والذي لا يعرف شيئا لا يقضي شيئا. طيب يعني أعطيك مثال قضاء بمقدر قاضي حكم بين ضدين وهميين شو أي قضاء بدون قدر. يعني القضاء يأتي بعد استيعاب القدر بعد استيعاب القدر. هلا القدره على اتخاذ قرار هلا المعرفه والقدره على اتخاذ قرار بس بدون اتخاذ قرار يعني القدره على هي المشيئه.
هذا يعني المشيئة. يقول لك إنشاء يعني بيعرف وبيقدر، يعني أن تكون قادرا عارفا بس ما اتخذ قرار. طيب. لا تسافر، طول بالك، هون صارت بقى حرية الإنسان. إذا الحرية شو هي؟ القضاء زائد القدر بالمعرفة. القضاء زائد القدر بالمعرفة، هي الحرية. كلما زادت معرفتك بالمقدرات كلما زاد قضاؤك فيها. صح. يعني الآن وكلما زادت حرية اتخاذ القرار. نشوف محورية المعرفة، يعني حتى تعرف، حتى يعرفوا شو مناطنا. منظومة التعليم قديش مهمة، منظومة التعليم بالجامعات. نعم. والتعليم. نعم. والأبحاث. نعم. قديش مهمة. كل التعليم الآن، كل أشكال المعرفة هي اتخاذ قرار. شو يعني بنهاية الأمر؟ يعني شو بنهاية الأمر؟ وكلها داخل المقدرات. ولا سبب. ولا صحيح؟ سبب طبعا. ايه؟ أبدا. ايه؟ لأنه قضاء بدون قدر يعني وهم. طيب قضاء بدون قدر يعني قاضي عم يحكم بين خصمين وهميين ما في وجود، يعني ما في قضية. يعني طيب. هذا شو اسمه؟ وهم. هذيان أحلام يقظة. طيب وقدر بدون قضاء معناته جهل كامل. طيب وش معنى القدر في التنزيل الحكيم إذن؟ القدر هو الوجود الموضوعي للأشياء والأحداث. الوجود الموضوعي للأشياء والأحداث، يعني انتبه. قصة نوح صارت وخلصت؟ صارت. الحدث الإنساني بعد قبل وقوعه قضاء وبعد وقوعه قدر. الحدث الإنساني قبل وقوعه قضاء وبعد وقوعه قدر. وضحك. يعني صار في قضية قدام القاضي، صارت وخلصت، في جريمة قتل. طيب حصلت الجريمة. طيب بده يقضي. طيب لازم يعرف بقى الجريمة وشو شروطها وشو كذا ومين. لا وش قصدك يا دكتور بالوجود الموضوعي؟ وش قصدك بالموضوعي؟ يعني كيف الموضوعي؟ حتى بيقول لك ما في وهم، يعني شو الوجود؟ يعني الوجود الفعلي تقصد؟ تمام. الوجود الفعلي. الوجود. طيب خلينا والله تعالى أعطيك مثال. نحن قدرنا بينكم الموت. نحن قدرنا بينكم وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين، هي الموت قدر. وش معنى دكتور وما نحن بمسبوقين؟ يعني هالتقدير هذا ما حدا سابقنا له، يعني نحن اللي سويناه. الموت شو هو؟ قدر. والموت قدر. والقتل قضاء. طيب كثير مهمة، لأن وقت قال مخرج الميت من الحي مشان إيش؟ أنت بتاخذ القمح عواد ما تبدره مشان يطلع منه حياة، بتطحنه بتساوي صحين، إيه موته. ما عاد يطلع، أنت اللي ساويته. وضحيت. طيب. أما أنت تساوي قمح لحالك ما بصير تساوي كائن حي، ولسبب قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. واللي هو زي موضوع زي هذا المثال. القتل. الله أخرج الموت بس فلان قتل فلان. الله أخرج وما ذكر القتل إلا في حالة واحدة رب العالمين، مرة واحدة ذكره. وما قتلتهم ولكن الله قتلهم. وما قتلتهم ولكن الله قتلهم، مرة واحدة ذكره. ليش؟ لأنه تدخل. شو قال له؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني بتعرف بالضبط شو المعجزة اللي حصلت في معركة بدر؟ هلا بيصير طيار ما بتبقى مبرمجة القنبلة. هو بس هو بيعمل بيقوم فعل الرمي. بس القنبلة بتتوجه وبتصيب. بالضبط هذا اللي صار، إنه أنتوا رموا ونحن بنوجه. هذه المعجزة اللي صارت في معركة بدر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو بس مين وجهه؟ مثل ما بيسوي هلا انا طيار بيرمي وبس. خليني باخذ فاصل يا دكتور. بس هذا ايضا مصداق قوله تعالى اذ يمدكم ربكم طبعا يعني بألف من الملائكه، يعني هن عمليه التوجيه. هلا نحن عم نساويها؟ وهذه معجزه كانت. نحن هون بس التدخل الوحيد هو. هذا التدخل الوحيد أبداً. الميداني لله تعالى. مع ذلك قام بفعل الرمي. انتبه. اي هو يعني مو انه يعني انت قاعد ارمي. يعني هالشيء اللي سواه نحن هلا عم نساويه. سبحان شوف المعرفه اللي مساويه. خلني باخذ فاصل ونرجع لتتبع القدر. القدر والقضاء. لا وقدرنا في التنزيل الحكيم. نعم. تفضلوا شباب. حياكم الله.
لعلهم يعقلون موضوع القضاء والقدر. طيب، والله تعالى يقول في سورة أول شغلة إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت. إذا الموت مقدر، أي مقدر، يعني قانون نافذ مقدر، قانون موضوعي، يعني أنت بدك تموت أنا عرفت ولا ما عرفت. ممتاز، هذا معنى قدرنا، أنه شيء حتمي وحادث. الله قدر الجاذبية الأرضية، أصبحت جلستنا البارحة، حلقة البارحة أصبحت قدر. أصبحت قدر، لأنه بتقدر ترجع زمن وتغيير. لا، كيف أصبحت قدر؟ لأنه صارت وخلصت. لحتى لك الحدث الإنساني بعد وقوعه ما عاد تقدر تعيده، ما عاد تقدر ترجع الزمن وما تساويه. لهذا القرآن أعطاك الحدث التاريخي والحدث الكوني، أعطاك الحدث التاريخي بعد وقوعه، لأنه بعد وقوع الحدث التاريخي والحدث الإنساني بعد وقوعه صار مقدرا. يعني واحد قتل واحد، انتهى، قتله لسبب. القضاء بالمقدرات، يعني القاضي بيحكي بين خصمين، الجريمة موجودة صارت. يعني القدر دكتور ما له علاقة بالغيب؟ القدر هو الوجود، كل ما أنت عرفت المقدرات كل ما زادت قضاءك فيها. طيب، القضاء لا يكون إلا للعاقل. طيب، والقضاء لا يكون إلا للعاقل، يعني الذي يقضي. طيب، الذي يعلم. ممتاز، الحين القضاء واضح دكتور، اللي هو والقدر هو الذي عقله، ما هو المعقول. الآن القضاء قلنا هو موقف أو إجراء واعي بين نفي وإثبات في موجود. في موجود، الموجود هو المقدر. هو المقدر. طيب، لأنه ما انولد وخلاص. طيب، والقمر قدرناه منازل حتى طبعا قد حط لك قوانين، قال قدرنا انه بيصير هلال والى اخره والى اخره والى اخره. طيب، اعطيك مثال اكثر. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فهدى، خلق فسوى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ايش شو قدر؟ يعني الله قدر الجاذبيه الارضيه وصار بدها تمشي خلص. قدر. وش معنى قدر فهدى؟ قدر يعني قدر هالشارع انه تقوم بالعمليه الفلانيه. قال ايه عم تقوم تحت. هدى وش معنى هدى؟ هدى هذا الفانكشن اللي قدره. طيب، فانجيناه واهله الا امراته قدرنا قدرناها من الغابرين. انطبع عليها قانون القدر انه الله هذه مثل معلمه لك. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا في قدرنا فيها هون بقدر المسا قدرنا فيها السير حدد المسافة، قدر قديش بدك، يعني كمان بدك تحدد ما هو الشيء المطلوب حتى تقوم بكذا وكذا. قدرنا فيها السير يعني بدك تمشي 50 كيلومتر أو 1 كيلومتر. طيب، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، يعني بقدرها بقدرها، يعني بالكمية اللي تنزل مطر الأدوية بتسيل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معنى. وعم يحكي على الكمية، على الكمية طبعا. هلأ هون أعطيك مثال بقى. معرفة الله بالمقدرات، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار. أول آية الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هلا الحمل كل أنثى مقدر، يعني حملت موجود عضوي زي الدورة الدموية. أيوه يعلم. طيب بيعلمه كل شيء، بيعلمه شو هو؟ بمقدار. عرف شو المقدار؟ والكم، يعني الله بالمقدار غير قدر. هاي وضحيت. يعني المقدرات عند الله كلها كمية بالكم، كل شيء عنده بمقدار وأحصى كل شيء عدده وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار. الحين هذه مقدار ما لها علاقة بعلمه. اي كله كميات كم معناه. يعني هل فينا يعني نقول يا دكتور كل ما صار معرفة الإنسان صارت كمية كل ما تكون معرفة أرقى. يعني الحين علم الله علم عددي، كل أحصى كل شيء عددا. أحصاها في عد، في أحصى. أحصى يعني عاقلة. الحصات هي العقل، يعني استيعاب رب العالمين وكل شيء أحصيناه كتابة. يعني كيف رب العالمين إنه
انه معرفته معرفته بالاشياء هي كميه وخلال شروط موضوعيه للاشياء كلها حتى تجتمع، يعني الاسباب تجتمع حتى تصير حتى هالشيء يحصل. هي كلها كميات. طيب معناه دكتور انه كل ما يتعلق ب يعني منظومة القضاء والقدر الموجودة في المدون، طيب هذه وين توديها؟ الحدث الإنساني بعد وقوعه هو قدر. طيب. لسبب القصص القرآني قرآن، عرفت ليش قرآن؟ إيه. القصص قرآن. لأنه إجا من إمامهم، يعني ما تقدر تغيره. طيب. لا أقول لك أنت جلسة البارحة بتقدر تغير فيها شيء؟ لا. يعني لا بتقدر إذا بترجعت الزمن. أي ما تقدر طبعا. متى هي قدر؟ كانت قضاء قبل وقوعها، لأن نحن قضينا أن نعود وضحين. الآن جلستنا قرار جلستنا هو قضاء من عنا، أنه أنا قررت أجلس أنا وياك. اللي راح منها أصبح قدر، ما أتقدر ترجعه. طيب واضحة تماما. أيوة بس ليش صار قدر وحنا قبل شوي قلنا أنه القدر وجود، حالة وجود ما نوزي تخفي. بس القدر يعني القدر لا يكون شيء مستقبلي؟ لا، القدر هو الوجود، شيء حصل قدر وخلص. يعني إذا حصل لا يعني مقدر عليك. إيه بمعنى مثلا الله قدر الموت، إيه بالمستقبل كمان في موت. ظواهر الطبيعة كلها مقدرات لأنها خلاص انتهى، لأنه خلاص. والقوانين كذا، والقوانين كلها مقدرات. طيب. هل معنى القدر؟ خلنا ناخذ القدر. القدر هو الوجود الموضعي مع قوانينه للأشياء والأحداث. لا، للأشياء والتاريخ. للأشياء والأحداث التاريخية. لا، الحدث الإنساني قبل وقوعه قضاء وبعد وقوعه قدر. طيب. لأنه بصير هون قبل وقوعه بصير حساب، يعني قبل وقوعه لأنه بدك تأخذ قرار أنت. طيب لحظة. ولا إذا كان قدر قبل وقوعه معناته أنت ما اخترت شيء. بالحدث الإنساني هو اتخاذ الممكن من الموجود. اتخاذ الممكن من الموجود. طبعا هذا الحدث الإنساني، لأنه الحدث الإنساني كمان مو مقدر. الحدث الإنساني غير مقدر قبل وقوعه، وأنت تتدخل في القدر إذا عرفته بقضائك. يعني أنت بتساوي عملية جراحية بالقلب بتقطي عملية القلب، عبارة ظاهرة موضوعية والشرايين وإلى آخره، كونك أنت عرفت ظاهرة الدورة الدموية وعرفت تركيبها صرت تقدر تتدخل. ولسبب نحن وقت عرفنا قوانين الطبيعة تدخلنا ولا لا؟ طبعا. إيه هذا قضاءنا. خلني باخذ هذا قضاءنا بالمقدرات. خلي الفاصل الأخير في حلقة اليوم دكتور. تفضل شباب. حياكم الله الجزء الأخير من حلقة اليوم. طيب الآن يا دكتور، أين حرية الإنسان؟ أين حرية الإنسان ومشيئته إذا كان هذا هو فهم القضاء وهذا هو فهم القدر وذلك هو فهم المكتوب والمحدد؟ مع العلم أن كلمة حرية بهذا اللفظ ما وردت في القرآن. هلأ رب العالمين احترامه للإرادة الإنسانية، للإرادة الإنسانية وللحرية. نعم. الإنسانية وضع مشيئة الإنسان من مشيئة الله. وضع مشيئة الإنسان من مشيئة الله، كونه مشيئة الله مفتوحة وعندها الاحتمالات كلها، كمان حط المشيئة مفتوحة عند الإنسان وعطاه احتمالات. وشلون المشيئة مفتوحة عند الإنسان؟ إنه دي ما أعطيك مثال. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. منكم يعني جزء من كل منكم. طيب ولما استقام؟ هذا حر يعني؟ إيه حر. هل ما استقام؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. إيه منكم. طيب والبقايا هل ما شاءوا يستقيموا؟ أم شو قال لهم؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا استقام ولما استقاموا هن كلهم أخذوا احتمالات من مشيئة الله، ما طلعوا عنا لأنه أحرار. لأنهم أحرار. لأن بتحط بقى لمن شاء منكم أن يستقيم، لأنه وتقال لمن شاء منكم أن يستقيم في ناس ما شاءوا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. شو وضع الإنسان؟ مشيئة الإنسان بإيش؟ مشيئة الإنسان حطه مع إيش؟ مع مشيئة الله. مع مشيئة الله. معناته أنت كل الخيارات أمامك
اللي انت بتعرفون هذول ضمن مشيئة الله موجودين اصلا. كل الخيارات المتاحة هي ضمن مشيئة الله، هي ضمن، وهذه صارت انت بتعرفها ومتاحة لك، هذه ضمن مشيئتك، صارت ضمن مشيئة الله وضمن مشيئتك انت. لازم حط تشاؤون ويشاء الله، تشاؤون ويشاء الله، هون حط الحرية. الحرية المشيئة هي إمكانية القيام بالشيء مع 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 معرفته، إمكانية القيام. هذه المشيئة والحرية. تمام، هي الحرية، لأنه أنت شو يعني أنت عم تقدر تقوم بهالشيء مع معرفته. يعني الآن يا دكتور الحرية اللي هي وردت يعني مشيئتنا من مشيئة الله، لأنه الله حر ونحن أحرار. ما ممكن تأخذ مشيئة من مشيئاتك في خياراتك، هالخيارات مو موجودة عند الله. ما يمكن أن تأخذ خيار أنت بحياتك كله، هذا الخيار مو موجود عند الله، عند رب العالمين. يعني كل الخيارات الموجودة لدى هلا أنت وقت تأخذ خيار معناته تطابق خيارك، وباللحظة اللي بتأخذها مع أحد خياراته، مع واحد من خيارات الله. طبعا لازمت بيقول لك ولو شاء ربك لأمن في الأرض كلهم جميعا، وشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ما شاء هدى الله يهدي به من يشاء. من يشاء يعني ليش هم من يشاء؟ تعود على الله أو الإنسان مثل بعضها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هو تطابق احتمال المشيئة الإنسانية مع أحد مشيئات الإلهية. طيب لا سبب، هون الحساب صار، وهنا صار الحساب، لأنه أنت اخترت شيء ضمن موجود بمعلومات رب العالمين وإمكانيات القيام فيه، فأنت قمت فيه، هون مشيئتك طابت مع احتمالات مشيئته. طيب في اختيار الأفراد للمعتقد مثلا، الآن المشيئة مفتوحة، لكن في مشيئة عليها ثواب ومشيئة عليها عقاب. لأنه المشيئة هي حرية الخيار. المشيئة هي يعني في حرية الخيار. طيب وفي مشيئة زي ما قلنا تقتضي الثواب، ومشيئة تقتضي تمام والعقاب. المشيئة التي تقتضي الثواب تقضي هي أمر ضد النهي. وشون يعني سألك ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. طيب الإيمان أنت مخلوق مؤمن؟ لا طبعا. إذا الخيار لك. إذا الخيار لك. نعم. طيب انه ولو شاء ربك لامن، لو اخذ رب قرار انه الناس كلها تؤمن كان صار الناس كلها ملة واحدة وانتهت، وما صار في ولا يزالون مختلفين. طيب كيف يدار هذا الاختلاف من مفهوم الحرية مع وجود العقاب؟ لانك حر، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. أصلاً الله خلق الإنسان مشان يكون حر، مشان هدف الخلق والحرية. عشان كذا ارتقى الله أو ساعد الله الذهن البشري حضارياً. هلا بنحكي بآدم بقى والتطور الإنسان وقتها بنظهر شو معنات المعرفة وشو سوى رب العالمين معنا. طيب هلا هو سؤال ولذا لا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم جهنم. لأنه إذا كان ما كان جعل الناس أمة واحدة يا منات يا كانت كل الناس يا بدنا تروح على الجنة يا عمار. متى تعرض مفهوم الحرية في التنزيل الحكيم؟ يعني الحرية في تاريخنا هي الحر ضد الرقوبة في المدونة. في المدونة هي الحرية، لا يوجد أي شيء آخر عنا، لأنه كان وجود الرقبة العقل الجمعي موجود. قلت لك اعتاق الرق كان ظاهرة فردية. إذا كان الله سبحانه وتعالى أقر الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، أنا علاقتي مع كل الناس هي القيم الإنسانية، اللي ما بيقدر ينكر أي إنسان، اللي هو علاقات الأفراد ببعضهم البعض، علاقة مؤسسة كمجتمع واعي. طيب في قوله تعالى إنا هديناه النجدين رب العالمين قال ما شاكرنا أمة كفورة، لأنه الله حط لك الأضداد مشان خيار. يعني كيف هي إذا بتقدر تساوي لي
الهداية وين حريتك؟ الهداية هي أنه أراه الهداية غير السوق بالجنة. قال لك وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، وثيق الذين كفروا إلى جهنم. ثيقة ما هودية. الإهداء هو أنك تفرجيه الطريق ما تكفره. هي إيه؟ هي الهداية. يعني هدين للطريق ولا هذا الطريق اللي بيروح من خلص من الوقت للمدينة. خلص الوقت يا دكتور، بس أبيك تعيد الفرق بين هدى وثيقة. الله سبحانه وتعالى لا يهدي أصحاب الجنة إلى الجنة في الآخرة، ويسوقهم سوقا لأنه الخيارات انتهت. وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، إلى الجنة زور. وثيقة الذين كفروا إلى جهنم وثيقة. أما هون إنا هديناه النجدين، هديناه إن الله يهدي. لا تهدي من أحببتنا، الله يهدي من يشاء. بس ما في الله يكره أو الله يسوق الناس في يوم الدنيا، لا يسوقهم. إيش صار يا دكتور؟ الدكتاتور يسوق الناس. لما حصل هذا الاختفاء والتراجع لمفهوم المشيئة ومفهوم الحرية، إيش صار في الثقافة العربية؟ إيش صار في التدين؟ صار التدين ما يعني، أنا آسف لك. لا سم. أنا آسف بهال الأمور إنه كل شيء مكتوب سلف، وإنه إنه هذا أقر وصلنا إلى مرحلة القطيع. إلى مرحلة القطيع. القطيع ما عنده خيارات إلا بالأكل، إنه شو أكل شو أشرب. حتى خيارات الأكل لأنه رب العالمين سواله خيارات الأكل للقطيع لحاله بالغريزة. يعني الفيل بيأكل حشائش ما بيأكل لحم. يعني الله ساقه، يعني ببوجته موجودة. فنحن الله سبحانه وتعالى أعطانا كل الخيارات والحرية شأنها بهذه العظمة اللي هي المشيئة. الحرية المشيئة، وما تشاءون إلا إذا مشيئة الإنسان من مشيئة الله. مشيئة الإنسان ما بيقول لك إنه إنا هديناه وما تشاءون إلا أن شاء الله إما هديناه النجدين إنا شاكرا أو كفورا. هاي مشيئة الإنسان شاكرا أو مشيئة الله شاكرا أو كفورا، والإنسان بمشيئته يختار شاكرا أم كفورا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وتفصيل الكتاب شان الله. شو تفصيل الكتاب حافظه بالبل. طيب خلص الوقت يا دكتور، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم أنتم. بكرة حلقة جديدة في لعلهم يعقلون. فمان الله.